السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. إن شاء الله النهاردة هنتابع في الجزء الثاني من أسباب حدوث الكيك أو ما يعرف بالكيك كوزس. أوكي، إن شاء الله الكيك كوز ده الحلقة الثانية. الحلقة الأولانية اتكلمنا فيها عن الأسباب زي الدروب في الليفل، زي اللوست أوف سيركوليشن، زي الأشياء دي. النهاردة إن شاء الله هنكمل. طبعا احنا اتكلمنا عن اللوس اوف سيركوليشن، هنتكلم النهارده عن حاجه في غايه الاهميه، وهي ايه برضو الاسباب اللي ممكن تسبب الكيك. وقلنا اول حاجه عندك برضو ممكن يحصل هيومن ايرور، اخطاء بشريه. ليه؟ طبيعي ان احنا دلوقتي يا جماعه واحنا بنحفر العنصر البشري ممكن ايه يحصل. يعني مثلا على سبيل المثال الحفار ما سجلش البيت فوليوم اول باول، مثلا الراجل اللي واقف على التنكات ما بلغوش لما شاف حاجه غريبه، ما نسي يبلغه لو ما لقى مثلا الشيل بدأ يطلع الشكارات، بدأت تحط تطلع شيل كبير او غيره، ليه بنسميها هيومن ايرور او ميستيكس او اخطاء. طبعا ممكن تسبب كيك، طبعا طبعا كوارث ممكن تسبب الكيك ده. فممكن يكون بسبب ايه بقى؟ بسبب اللاك اوف تريننج، يعني قلة التدريب. فبالتالي احنا لازم نعمل لهم دريلز ونعمل لهم كلاس روم تريننج. ممكن يبقى بسبب بور كوميونيكيشن زي ما قلنا، ممكن والله حصل ما فيش هاند اوفر مثلا ما بين واحد والتاني، قال له والله التانك ده كان في الليفل الفلاني ولا كذا، ما حصلش هاند اوفر، فالجديد ما يعرفش مثلا. ممكن يحصل بور كوميونيكيشن، ممكن بور بلاننج، ممكن يحصل بور بلاننج ان والله مثلا ناخد كيك وقت مثلا على سبيل المثال ما بقاش هو الحفار ما هاندل كويس مع الراجل بتاع السيرفي مثلا، احنا ناخد سيرفي او احنا عاملين ان هو مثلا والله نقلل الوقت قد ايه او كذا، فينسى او يسهى او يعني او ما الى اخره، البور بلاننج. طيب الدريلز بقى اللي لازم تتعمل باستمرار، لازم ناخد بالنا ان الدريلز ديت لازم يبقى دوكيومنتد، تتسجل اول باول، واكسكيوتد يعني تتنفذ، وريبيتيتيف يعني من وقت لوقت، وفولو اب يعني تتابع حصل لنا اخطاء في الدريل الاولاني نتيجه 1 2 3 مثلا على سبيل المثال، واحنا طالعين تريب اوت اوف هول ما كانش مثلا فيه فول اوبننج سيفتي فالف على البريم، فده خطا لازم نعالجه لما نيجي نعمل بتاع ده مره ثانيه، ونسجل الكلام ده كله يا جماعه ونعمل فولو اب. ثاني حاجه نبقى عارفين الدريلز دي دايما بتحسن الكفاءه بتاعه الكرو والويل كنترول سيتويشن، تمام؟ لازم تبقى عارف كويس ان اي دريل لازم يعلن عنه بشكل واضح، كليرلي اناونسد، تقول يا جماعه اتس دريل اتس دريل اتس اتش تو اس دريل فور اكزامبل، او اتس فاير دريل، او وات ايفر الدريلات ايه. خلاص، انواع الدريلات اللي احنا دايما بنعملها تاخد بالك، بالذات الدريلات الويل كنترول اللي هي البيت دريل، وده حضرتك ان التول بوشر بيجي مثلا فاتح مثلا بيجي محاول من تانك لتانك من غير ما يعرف الحفار او من غير ما يقول لحد مثلا على سبيل المثال، فبيبدا يشوف الراجل الماد لوجر والراجل اللي هو اللي على التانك والراجل اللي هو الحفار لازم يبقوا مراقبين الشاشات قدامهم، فاول ما يجي جين يبلغ على طول ويقفل البير وياخد الشاطن يعمل بوزيشن للدريل سترينج ويعمل فلو تشيك على طول السكه بتاعته عشان يتاكد اذا كان في راجع ولا لا. الكيك دريل نفس الكلام، البي او بي دريل، البي في تي دريل اللي هو التوتلايزر يعني البيت فوليوم توتلايزر، الاكيوميليتور اوتوماتيك سويتش دريل ده بنعمله قبل ما نخش على البير او ما احنا بنصبد، الاكيوميليتور دريل نفس الكلام، الفاير دريل ده بيتعمل من فتره يعني كل اسبوع، اتش تو اس دريل ده كل اسبوع، الفيرست ايد دريل ده بيتعمل كل شهر عشان الناس تبقى عندها لا قدر الله لو في حادثه تعرفوا تتصرفوا عشان ما حدش يموت لا قدر الله. ده ملخص سريع كده للدريلات بشكل عام. البيت دريل ده لازم يتعمل كل اسبوع، الكيك دريل على الاقل مرتين اتنين في الاسبوع، الاكيوميليتور او الاكيوميليتور اوتوماتيك سويتش اون اوف دريل ده قبل ما نركب البو اي بي على طول او احنا بنعمل سباد يعني، البي في تي تيست ده بيتعمل ديلي تشيك، تشيك على التنكات بتاعتك وتعرف بالظبط استلمت الساعه كام وكان التنك بتاعك فيه كام وبالليل الساعه كام وهكذا، لازم تاخد بالك من الكلام ده. اكوميليتور دريل برضو يا اما بيتعمل فيرست انستول او كل 21 يوم مع البي او بي. الفاير دريل بيتعمل اسبوعيا، الفاير دريل في كام سايد بيتعمل اسبوعيا، اتش تو اس دريل ده على الاقل مره في الاسبوع، الفيرست ايد دريل اللي بيتعمل وانس لكل مره يعني كل اربع اسابيع. طيب في بقى الغاز، هل لو احنا برضو من الاسباب اللي ممكن تسبب لك كيك ان انت وانت بتحفر حصل معاك حاجه اسمها جاز كات، يعني الجاز اللي موجود عمل كات في المدويت او قلل المدويت بنسبه، فبنقول الجاز ان ويل بور ده بشكل عام اهو بيدريل ديفورميشن، اول ما تيجي تحفر حضرتك اهي في غاز دخلت. سوري ويت ويت ا مينيت،
ويلكم باك. الحمد لله على السلامه. جاز ان ذا ويلبور زي ما قلنا يا جماعه ان انت وانت بتحفر في اي طبقه، فكان مثلا الطبقه دي مشبعه بالغاز، وانت وانت بتحفر الغازات دي طلعت معاك في قلب الايه؟ الطفله. حلو؟ فبتعمل لك جاز كات، يعني بتقلل في المد ويت بتاعك، خلاص؟ ماشي كده يا جماعه، بتعمل جاز كات مد، اوكي؟ طيب، قلل الوزن بتاعك. طيب انواعها بقى ايه؟ جاز كات ان مد ديت، خد بالك معايا بقى. بنقول لو during drilling the increase in gas percent يعني زيادة نسبة الغازات in mud may lead to decrease in the hydrostatic pressure وبالتالي so kick occurs. طيب أنواعها بقى أو السورس بتاعها، أول حاجة خالص connection gases. من الاسم يعني إيه كلمة connection gases؟ يعني حضرتك وأنت بتحفر بعد ما بتخلص الستاند بتيجي واخد ستاند تانية فبتوقف، بتوقف لمدة من الزمن. فحضرتك لما بتوقف هنا ايه اللي بيحصل؟ وانت شغال بتعمل سيركوليشن، المفروض ان الضغط اللي واقع على البير بتاعك او على الطبقه اللي موجوده تحت ديت بيساوي الهيدروستاتيك بريشر بلس الانيولار بريشر لوسز اللي هي الاي سي الاي سي دي بتاعتك. فحضرتك وانس ان انت فقدت الانيولار سيرفيس الانيولار بريشر لوسز ديت اللي كانت مأثره معاك او الاي سي دي، فما كانش الوزن بتاع الهيدروستاتيك بريشر كفايه انه يسيطر على البير، فحصل بوكت من الغاز طلعت لك، خلاص بقى في مجموعه من الغازات. اول ما حضرتك ما تحفر تلاقي ايه؟ تطلع لك مع كل بوتوم اب، كل بوتوم اب بتلاقي فيه غاز طالع على الشكل، غاز طالع على الشكل وهكذا. يبقى ايه الكونكشن جاز ده؟ when pumps are on the ECD is working so annular pressure loss is compensating the hydrostatic pressure drop. تمام؟ ولكن once البامبس ار اوف لما البامب بتنطفي الاي سي دي ايه اللي بيحصل لها؟ بتتغير الى اي اس دي او الايكوفالنت سيركوليتنج دينستي، بتتحول الى ايكوفالنت ستاتيك دينستي، خلاص. اند نو كومبنسيشن اوكرز، ما بيحصلش اي تعويض، وبالتالي جاز كيك بيدخل في الميه المد كل ستاند، كل ستاند او كل بوتوم اب. يعني بتظهر ازاي؟ بيظهر لك ان هي بشكل بيكه كده على الجاز ريكورد مع كل كونكشن، وبيظهر لك برضو الغاز بيطلع لك مع كل كونكشن ايه بره. طيب تاني حاجه باك جراوند جاسز، حضرتك وانت بتحفر طبيعي جدا ان الطفله بتتشبع بجزء من الغاز، خلاص ده طبيعي جدا. فبنقول ايه بقى فيه؟ بنقول اتس ا بيرسنت اوف جاسز ان مد ديورينج ذا دريلينج، اللي هو النسبه الطبيعيه خالص اللي اثناء ما انت بتحفر. فبنقول نسبه الغازات والله 0.17 0.1 0.2 والى اخر الكلام ده كله، خلاص. فمعناته ان انت بيخش معاك نسبه من الغازات. الدريل جاسز وانت بتحفر في بعض الكاتنج بتبقى فيها غازات، فهي طالعه برضو بتاثر معاك وتعمل لك في الغاز بالذات ان دريلنج جاز زونز الكاتنج كونتينز جاسز، وبالتالي بيؤدي الى حدوث جاز كات. رابع حاجه، في حاجه اسمها تريب جاسز. حضرتك ايه التريب جاسز ده؟ حضرتك مثلا على سبيل المثال طالع ملوت الفول اهوت مثلا، وانت طالع يعني بتعمل تريب لحد الوايبر تريب مثلا يعني، فانت في حاله استاتيك حصل معاك ان الغاز ايه بدا يخش في الفرنج، وانس ان انت رجعت بعد التريب وبتسيركل تعمل بوتوم اب طلع لك غازات على الشيكر. فده بنقول اهو gases that enter the well during a full or part trip. full trip يعني تطلع لحد السيرفس وتغير اي حاجه، بارت تريب يعني بتطلع شويه لفوق مثلا لحد اخر دبس عملت عنده تريب او لحد الشو او الكلام ده كلياته، وبعدين being circulated out when the drill string is back on the bottom. طيب gas cut in the mud weight، ايه تأثير الجاز cutting of the fluid creates only small reduction in the bottom hole. ده اسئله الامتحانات كلها small reduction in the bottom hole pressure. طيب الجاز causing great expansion، جاز هو طالع بيحصل له expansion expansion لحد ما يكبر خالص فين؟ near to the surface. يبقى بنقول اقصى expansion بيحصل للغاز طبقا لقانون الغازات B1 V1 بتساوي B2 V2 بيحصل عند السيرفس، فالسيرفس بتبقى فيها مشكله. طيب مش بس كده، ده نوع الطفله نفسه بيأثر، عشان كده تلاقي دايما الول والووتر بيز مد ما بيدوبش بقى الغاز، فتعرف تلاحظ الكيك بسهوله. انما الاويل بيز مد لا بيدوب فيها وينفصل لك بقى فين؟ عند السيرفس، فتلاقي الكيك فجاه طلع لك فوق عند السيرفس وتبقى مشكله كبيره. طيب الاكشن تو تيك لو انت معاك بعض الغازات يعني في الطفله تعمل ايه؟ تشغل الفاكيوم ديجازر، تشغل الفاكيوم ديجازر. طيب خد بالك من حاجه مهمه قوي، سؤال امتحانات، وانا بهندل الانتريند جاسز، الانتريند جاس دي بنسميها انتريند جاس، كل ده بنسميها ايه؟
انتريند جاسز، يعني داخله جوه الطفل، بهندلها بالفاكيوم دي جزر. انما لو انا لا قدر الله واخد كيك بهندله بايه؟ بالمود جاس سيبريتور عشان هو يقدر يهندل فوليوم اعلى. الكونكشن جاسز اهو زي ما انت شايف، ادي الغاز اهو حضرتك مثلا لما جيت تعمل كونكشن كان في عندك جزء، اول ما بتاخد بوتوم اب بيبتدي يطلع 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 ويكبر وهو طالع، يكبر 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 لحد ما يطلع عند السيرفس ويبقى اقصى راجع ويجيب لك اعلى فوليوم. طيب ده اسمه الكونكشن جاز. طيب الاكشن اللي حضرتك تاخده بقى عشان تقلل الكونكشن جاز بقدر المستطاع، ان انت تزود المود ويت عشان تحافظ على ان انت ما تفقدش الاي سي دي، يعني هي تعوض لك الاي سي دي خلاص، فانت بتعوض ده بالانكريز للمود ويت طبعا في الحد الليمت المسموح بيه عشان ما تكسرش الطبقه برضه. ثاني حاجه كنترول الدريلنج، ما تحفرش باستمرار بحيث يبقى عندك اكتر من سلاج جاز مثلا في الانيولس، لا كنترول الدريلنج بحيث ما يبقاش فيه اكتر من سلاج واحده من الغاز اللي موجوده في الانيولس. طيب ثالث حاجه مينيمايز الكونكشن تايم، تحاول بقدر المستطاع تقلل الكونكشن تايم. في بعض الاحيان انا والله بخلي التول بوشر نفسه اللي يعوض مكان الحفار، او مثلا لو الحفار مش موجود بقول له ما تسيبش البريك عشان يبقى باسرع ما يمكن الناس تتحرك تعمل الكونكشن عشان ما تاخدش وقت. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي بتسبب وقوع الكيك نقول برانينج انتو ابابل اوف جاز. افترض جاز ان حضرتك اهو طلعت بول اوت اوف هول خلاص، فانت بقى عندك في تريب جاز موجوده تحت اهو، في جاز غازات من التريب موجوده تحت وحضرتك فوق اهو، وانس ان انت رانين هول نزلت جواها، فطبعا الغاز ده كان ليه ارتفاع وليكن مثلا على سبيل المثال 20 قدم 50 قدم ايا يكن، وليكن مثلا كان 20 قدم، فحضرتك اول ما نزلت بالدريل سترينج طلع بقى 30 او 40 قدم، وبالتالي نسبه المض اللي فوق المض كولم قلت، وبالتالي الهيدروستاتيك بريشر ممكن يكون قل، وبالتالي تكون فرصه معاك ان انت يحصل لك مشكله او يحصل لك كيك او غيره. خلاص؟ طيب سيركوليشن هول كلين، حضرتك وانت بتحفر في معاك كاتنج كتير اهي، كاتنج طلع لك في الانيولس، الكاتنج دي بتسبب وجود وزن على بتساعد في انه يكون موجود اوفر بالانس على الفورميشن اللي موجوده تحت، ودي بنسميها اي اس دي equivalent static density، اللي هو بيبقى عباره عن الهيدروستاتيك بريشر هنا بلس الوزن الناتج عن الموجود في الكاتنج. طيب حضرتك ممكن تقعد تسيركل لحد ما تنظف الهول، فنظفنا الهول وشلنا كل الكاتنج دي طلعت بره، فرجع لك الوزن بتاعك تاني لنفس وزن الطفله، ممكن وزن الطفله يكون لوحده نوت انف ان هو يسيطر على الفورميشن اللي موجود. طيب من الحاجات برضو اللي ممكن تسبب لك الكيك حاجه اسمها اب نورمال بريشر زون. وقلنا ايه هو الاب نورمال والسب نورمال؟ قلنا حضرتك الاب نورمال يعني انت لو عندك قلنا في البريشر الطبيعي خالص المعادل الجريدينت الطبيعي اللي هو 0.465 بي اس اي لكل فيت خلاص، يعني عند الدبس الفلاني عند دبس 1000 مثلا المفروض الاقي البريشر كام؟ 465. طيب انا دلوقتي لو لقيته مثلا 2000 ده يبقى اسمها اب نورمال زون، بريشر زون زايده في البريشر عن الحد الطبيعي بتاع النورمال بتاعها. ليه؟ اسبابها ايه؟ ممكن تكون ايه؟ اول حاجه من الاب نورمال زون ممكن يكون ارتيزيان ويل. عباره عن ايه بقى الارتيزيان ويل ده يا جماعه؟ حضرتك باختصار شديد في الارتيزيان ويل بيكون عندك الطبقه اللي موجوده تحت ده اهو على اتصال مع الطبقه اللي حد السيرفس مع سطح زي البحر او الليك او البحيره او الكلام ده كله، وفي نفس الوقت السطح ده بيكون اعلى من سطح البريمه، اعلى من سطح الايه؟ الرج، وبالتالي حضرتك لما تيجي تحفر انت واخد كل الكولا من اللي فوق ده اهو، فبالتالي كل ده مأثر عليك وعامل هيدروستاتيك بريشر، فبتلاقي البريشر هنا اعلى من المتوقع بتاعك اللي المفروض تلاقيه. خلاص؟ والسؤال اللي هنا بيتسال دايما في الارتيزيان ويل بيبقى مكان البريمه فين؟ من مكان المصدر بتاع السورس يعني بتاع الهيدروستاتيك، يا اما تقول البريمه في سطح اقل من السورس او تقول السورس في مصدر اعلى من البريمه. ماشي كده يا جماعه؟ طيب تاني حاجه من ضمن الاب نورمال بريشر زون حاجه اسمها الجاز كاب. الجاز كاب زي ما حضرتك هنا كده ده اسمه الجاز كاب هنا كده اهو. الجاز كاب او عند التوب اوف ريزرفوار دايما بتلاقي عند الجاز كاب كده بتلاقي عند التوب اوف ريزرفوار دايما بيكون الماكسيمم ذا هايست بوينت ان ذا ريزرفوار usually has the highest pressure. ده ازاي الكلام ده يا جماعه؟ انت عندك المفروض اهو ادي عندك مثلا الدبس بتاعك هنا عند نفس الطبقه اهي عند 10000 مثلا وليكن الطبيعي بتاعها تكون 4650 مثلا على سبيل المثال هنا كده.
اجي انا بقى مثلا بحفر عندي 9000 اهو في بير ديفلوبمنت جنبها ولا حاجه، او الطبقه هنا عامله جاز كاب اهو، بلاقي هنا الاقي ان هي دي البريشر اهو واخد نفس البريشر تماما بتاع الطبق ده خلاص. فاجي انزل حضرتك اتفاجئ ان البريشر ده باين لي بدري، بدل ما يوصل عند 10000 الاقي لا وصل لي عند 9000، فيبقى اسمها اب نورمال زون. وبالتالي بنقول اننا ان اعلى نقطه في الجاز كاب the highest point in the reservoir usually has the highest pressure. طيب ثالث حاجه الفولت. والفولت هنا يا جماعه ممكن يعمل لك ابنورمال زون ازاي؟ على سبيل المثال زي ما انت شايف كده الفولت زون اهو، كانت الطبقه ديت هي امتداد للطبقه دي، والطبقه دي كانت هي امتداد للطبقه دي، بس اللي حصل ايه؟ ان احنا حصل عندها كسر في الفولت بتاعنا، فبالتالي نتج عنه نتيجه الكسر في الفولت ان انت عندك الطبقه دي مثلا على سبيل المثال كانت حصل مثلا رميه الفولت كانت لتحت او لفوق، كانت مثلا على سبيل المثال الطبقه دي كان المفروض يكون البريشر بتاعها قليل زي اللي فوق هنا، او رب يكون قليل زي اللي فوق، فلانها اعلى من المفروض، فبتلاقي مثلا البريشر بتاعك ممكن يكون اب نورمال زون هنا او اب نورمال زون هنا او ما الى اخره. طيب من ضمن الحاجات الثانيه بقى كمان ممكن يكون ايه؟ ساند لينس اهو. ساند لينس حضرتك في محاطه بشيل من كل ناحيه، والشيل ده ما بيسربش ميه لانه امبرمابول، فهي ده وقع تحت ضغط شديد ما حصلش سكويز للميه، فالساند لينس ده يبقى اب نورمال بريشر زون. ممكن الشيل اندر كومباكشن ما حصلوش كومباكشن كويس فهو سايب او لوز، فبرضه الشيل عشان هو امبرمابول فما بيحصلش سكويز للميه من جواه، فبالتالي برضه هو اب نورمال زون. السولت دومز، السولت دوم ده عشان هي بتبقى حضرتك كده بيبقى التصرف بتاعها كريبي يعني متحركه، وفي نفس الوقت هي بتبقى خفيفه في الوزن، فبتطلع لك كده من وسط الطبقات كده عامل زي الملح كده القباب الملحيه، فبتضغط على اللي حواليها على الصخور اللي حواليها، وبالتالي هي برضو اب نورمال زون، اما نتيجه ان هي كريبي يعني متحركه، او بتعمل بلاستيك بيهيفير بنسميها بلاستيك بيهيفير زي السولت دوم برضو، فبتبقى اب نورمال زون. برضو ممكن اي تشارج زون، اني تشارج زون نتيجه والله مثلا حصل تهريب او هروب مثلا من طبقه من غاز من طبقه لطبقه ثانيه نتيجه مثلا باد سيمنت جوب ولا اي حاجه، ونزلت مثلا تحفر انت البير الثاني ده، فممكن في الديفلوبمنت ولا حاجه حصل لك كانت هي تشارج زون فاداك كيك، وبنسميه اندر جراوند كيك. بكده نكون انتهينا من الجزء الثاني بتاع الكوزس اوف كيكس. اتمنى ان شاء الله نكون قدمناه بصوره طيبه وبصوره بسيطه، وتحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.